مرحبا يا حلوين، اليوم بتعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو جدا سهلة وسريعة. عنا جيلي بنكهة الموز و350 ملي مي مغلي. اكيد الجيلي بنمشي على الطريقة المكتوبة على الظرف. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. انا نعمل الجيلي اول شيء. بسم الله. بحركن منيح ليدوب الجيلي. قد ما فينا منحرك لنتأكد انه الجيلي داب تماما. داب الجيلي، هلا بحطهم بالبراد اقل شيء ساعتين. هلا بعد ما جمدت جيلي منيح، عنا كيك بايت وحليب. بدنا نعمل الكيك منيح. بدنا نحاول نعملهن عجينة. بعد ما نعملنا الكيك هلا منحط حليب، ملعقة اثنين، حطيت ملعقتين، بعجن وبرجع بزيد حليب ليصور عندي عجينة. بسم الله. كمان بحط ملعقة اثنين. بحط شوي شوي الحليب عشان ما ترخي عندي العجينة تطلع رخوة. بعد حطينا 8 معالق صغار حليب، يعني 4 معالق طعام. هلا صار عندي عجينة بتتماسك بهيدا الشكل. بس صار عندي عجينة متماسكة، هلا بدنا نكفي مع بعض. بدي غلف هيدا الجاط بنايلو. كمان بدي مد من العجينة بقلب الجاط. عملتها أنا وياكم عجينة الكيك. بضغط عليها. بسم الله. بعد ما عملت العجينة بهيدا الشكل مديناها بالجاط، هلا بدي شيل الجلي. بعمله عرواق بالسكينة. هلا
قد ما فينا على رواق. بهيدا الشكل هلا اللي بقيوا عندي كمان بدي اعملهم عجينة من برا. بهيدي الطريقة حاول قد ما فيني لزقهم على بعض. بعد ما غطيناها بالشوكولا بهيدا الشكل هلا بكبسهم شوي. هيك مدت الطبقة منيح. كمان هلا طبون بالصحن. بسم الله قد ما فيني عربة بشيله. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلوة جلي مع الكيك اللي عملتها أنا وياكم. هيدا الشكل. بنشوف من الداخل كيف طلعت. لا مثل ما بتعرفوا الجل كتير حساس يعني قد ما فينا على رواق. هيدا الشكل النهائي جلي مع الكيك. هيدي الجلي لافا كيك اللي عملتها انا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.